اشتريت هاي الوظيفة لأن بها عمل إنساني، وهدفي الوحيد بهاي الوظيفة هو خدمة المواطن وأبدي له المساعدة قدر الإمكان. راح يتم تحويل الجهاز علشان أخصص المعلومات. المفوض بهاء الدين صباح، عملي هو خدمة المواطن من خلال موقعي في وزارة الداخلية، مديرية النجدة، قاطع نجدة الكرادة. صار لي بالخدمة 16 سنة ما يقارب. سبير تاير شلات. كل التايرات شفتهم؟ طبيعة عملي مباشرة لإدارتنا بانتظار نداء من السيطرة المركزي بخصوص عجلة اصطدام أو عجلة عاطلة، نبدينا المساعدة إلى محل سكنها، هذا كان كرخة ورصافة على مدار 24 ساعة. الصعوبات والتحديات هي أول شيء حرارة الجو، رغم ذلك ما تعيق عملنا، يعني نشتغل ونوصل الخدمة للمواطن، من يكون مساعدته راح يطمئن، نوصل المحل داره أو المكان اللي يريده هو، واجبنا هذا ومن ضمن عملنا. العلاقة بغداد من نوع الانترا أبيض اللون. من أشوف الابتسامة بوجه المواطن، أنا عندي هاي أهم شيء يعني بعملي، لأن أحس بنفسي قدمت الخدمة الصحيحة. رسالتي للمواطنين بأن إذا كان عطل بعجلته يتصل على البدالة المركزية اللي هي 104 يطلب عجلة الانكسار، وعجلة الانكسار مجانية ولخدمة المواطن تضمن كرخ ورصافة على مدار 24 ساعة. مشكورين وطال عمرك وما قصرتوا وسريعين الجاية.